إذا قدر الله شاء والله أعلم، إذا تزوجتي تنجبين 5 أبناء ذكور وبنت، تكون هي الوسطى. طيب، هذا رأى أنه يصلي بالناس وقرأ بالركعة الأولى سورة الفلق وفي الركعة الثانية سورة الكوثر. يقول رأيت بالركعة الثانية عدد كبير صلى بجانب يمين ويسار، يمكن يكون سبب أنه يحصل على مكان في الخلف، لكن بالركعة الأولى ما حد كان بجانبي. سمعته في سورة الفاتحة يقولون آمين بصوت مرتفع، أولت له. يبدأ أن بداية حياته يكون لوحده مع أحد معه، يعتمد اعتماد كلي على نفسه، ومن ثم يفتح الله سبحانه وتعالى يكون تحت إمرته وتحت مسؤوليته، أناس يسمعون له ويأمر وينهى فيهم، كان يكون يعني مدير أو مسؤول أو يعني تحته عمال يعملون. بداية الفلق لأن بداية اليوم هذا بداية العمر، ثم من الكوثر يكثرون عليه الناس، ودليل هذا أنه كان صلى الحالة ثم انكثر عليه الناس ثم يسمعون له يقولون آمين معه.